حسين قبي؟ لا حقيقة لا، تونس يعني ليست رواندا، خلينا نقول الحقيقة، لأنه في تونس ممكن اللي خلق المشكل وأنا خدمت عليه برشا الموضوع هذايا في البحوث العلمية نتاعي، هي مسألة فراجمونتاسيون، عندنا على المستوى ثلاثة مستويات الانشقاقات، فما انشقاقات عرقية اليوم واضحة، حتى اندماجهم في وسط المجتمع التونسي باش يكون صعيب وصعيب برشا، حتى على المستوى المتوسط والطويل، يعني فما الانشقاقات اللغوية بالرغم اللي فما البعض منهم الفرنكوفون يحكوا الفرنسية، وحتى فما بعض منهم أصبح يتحدث نوعا ما العربية، وفما في الأخير انشقاقات يعني الفرغمونتاسيون إثنيك لينغويستيك اي ريليجيوز يعني دينية، لذلك مسألة باش نتحدثوا ممكن على طويل المدى وتوطينهم في مخيمات ولا ما نعتقدش، احنا استقبلنا في وقت من الأوقات أكثر من مليون ليبي في مخيم بوشوشة أغلبهم رجعوا، هذا نعتقد أن على المستوى المتوسط سوف يقع رجعهم إلى أماكن الانطلاق، أما كان نرجع للمسألة ونوضعها في إطارها الجيوسياسي، خليني ممكن في تونس فما مشكلة وأنا نلاحظها حقيقة، كونك نحلوا في تونس نحلوا من مستوى داخلي ما نظروش شي يحدث في العالم، وهذا مؤسف حقيقة، مؤسف علاش؟ لأنه العملية بدأت في 2014 كي موصف المرزوقي ألغى الفيزات، ممكن يتحدثوا على 13 دولة ألغى لهم الفيزات، أنت كي تسأل السؤال لازمك تطرح السؤال تقول علاش ألغى الفيزات؟ زعما كي يتحدث موصف المرزوقي يقول بس لحقوقية وحقوق الأفارقة والاندماج، احنا عندنا علاقات تاريخية مع أفريقيا جنوب الصحراء، احنا دولة مستعمرة سابقة، سؤال يطرح حقيقة، وبعد تجيك الإجابة، تشوف أنت المخطط العالمي متاع الأخوان كي جاءوا للحكم في 2011 وطرق اللي استعملوها، نشوفوها في تركيا كيف استعمل رجب طيب أردوغان السوريين ورقة الضغط على أوروبا، ونشوفوها صارت في المغرب في سنة 2020 ولا 2021 في حكومات العدالة والتنمية كذلك بن كيران والعثماني، 5000 مغربي سيبوهم سباحة لتهديد إسبانيا، كي كانت العلاقات متوترة بين المغرب وإسبانيا عن طريق الضغط اللي صار بالخمسة آلاف اللي استعملوا بعد التنمية، انقلبت العلاقة اليوم المغرب وإسبانيا في شركة استراتيجية. هذه المسألة حتى أنا مرة سألت قالوا لي رجب طيب أردوغان في إحدى القنوات الدولية، رجب طيب أردوغان استعملهم قرار الضغط، إحنا علاش ما نستعملهمش؟ قلت لهم أنا قيس سعيد ليس رجب طيب أردوغان، قلت هذه واحد. اثنين، تونس لها علاقتها بالاتحاد الأوروبي، إحنا أول شريك عندنا في العالم هو الاقتصادية نحكي، هو الاتحاد الأوروبي أول دولة هي فرنسا، ما نجموش وحتى من أخلاق تونس وسياسة تونس الخارجية نستعملوا الطرق هذه، حتى دياسبورا تونيزيان جلها في أوروبا وبالتحديد في فرنسا. اكزاكتومو أنا ما نعتقدش كونه هذه تسقط. ثانيا النصص ونقول كونه الباكت ميغراسيون اللي صار في الاتحاد الأوروبي يلزم للأوروبيين، تونس لم تمضي عليه ولا يلزمنا في شيء، لا يلزمنا في شيء، لأنه سمعت برشا كلام يوم يتكلموا اللي قالوا تونس دولة آمنة وتونس دولة انطلاق، لكن هذا أمضاه دول الاتحاد الأوروبي فيما بينهم، تونس لم تمضي وغير ملزمة، وأنا حقيقة نعتقد كون الرئيس يقول يجب إعادهم، نعتقد كون تونس بعد مرحلة جمع الباز دوني أعتقد سبقها تبدأ في مرحلة إعادهم، وإعادهم مسألة ضرورية وضرورية جدا.